سبعة أيام في سبعة أيام سوريا بين معركة القصير وجنيف اثنين مصر تساؤلات حول خطف الجنود الجزائر الصمت على صحة الرئيس وإسرائيل من يزيف مقتل الدرة مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الى سبعه ايام من بي بي سي نناقش تغطيه الصحف العربيه والدوليه لاهم قضايا هذا الاسبوع ومعنا لمناقشتها في هذه الحلقه الدكتوره ريم تركماني الكادمية وعضو تيار بناء الدوله السوري المعارض امجد ناصر الكاتب والصحفي في لندن عبد الله حموده الكاتب والمحلل السياسي في لندن محمد العربي زيتوت الكاتب والمعارض الجزائري وهو ايضا دبلوماسي سابق اهلا بكم في الملف السوري ركزت الصحف هذا الاسبوع على قضيتين رئيسيتين من بين قضايا عده وهما معركه القصير ومشاركه مقاتلي حزب الله اللبناني في المعارك واجتماع عام لمجموعة أصدقاء سوريا لبحث ترتيبات جنيف الثانية لحل الأزمة السورية الأراء ركزت على مخاطر مشاركة حزب الله على المنطقة وبعضها تحدث عن صفقة أمريكية روسية وتركية لبقاء الأسد في الحكم نتابع الشرق الأوسط اللندنية عنوانة الخميس اجتماع عمان يبحث المرحلة الانتقالية في سوريا وكيري يهدد بتسليح المعارضة في غياب تعاون الاسد. فيما نقلت الحياة اللندنية عن كيري قوله للرئيس السوري جنيف اثنان او مجازر وتقسيم وابرزت القدس العربية اللندنية الخميس. سوريا تحذر الاردن من الحرب وتدعوه للحفاظ على عرشه. خطة لاردوغان تتضمن حكومة انتقالية والسماح ببقاء الاسد. وقالت السفير اللبنانية اليوم نفسه أصدقاء سوريا يفخخ جنيف اثنين وعن تدخل حزب الله قال منشيت الحياة الأربعاء دعم حزب الله يقلب المعادلات وفصلت النهار العواقب على الداخل اللبناني تداعيات تورط حزب الله في سوريا لا انتخابات ولا حكومة ولا مصطفون وأبرزت القدس العربية اللندنية تداعيا مباشرا أهالي قتل حزب الله في القصير يطردون السوريين من الجنوب واهتمت الوطن السورية بالجانب الميداني فعنونت الأربعاء الجيش يواصل عملياته بالقصير ويحبط محاولات تسلل من لبنان والأردن فيما أشارت الراية القطرية اليوم نفسه سوريا خسائر فادحة للنظام بالقصير وكان عنوانها الثلاثاء سوريا انتصارات للثوار ومجزرة بالقصير الحياه اللندنيه عنونت يوم الاثنين الائتلاف يناشد انقاذ القصير من الحرس الثوري وحزب الله وفي الاراء كتب علي قاسم رئيس تحرير صحيفه الثوره السوريه الحكوميه الجب الاسرائيليه وهيكليه العدوان. لم يكن الجيب الاسرائيلي في القصير مجرد دليل اضافي على حدود التورط الاسرائيلي فيما تشهده سوريا فحسب، بل يؤشر ايضا الى ان الاكاذيب الاسرائيليه التي امتدت منذ البدايه وحتى اليوم قد وصلت الى نهايتها. وخاطبت رئيسه تحرير النهار اللبنانيه نايله تويني حزب الله تحت عنوان: تورطكم في سوريا جريمه لا تغتفر. ويد لكم جميعا لانكم تحولتم الى ادوات للخارج مما يحول دون اتفاقكم في اي شان داخلي وهذا ما اظهرته الايام الاخيره. وكتب عبد الباري عطوان رئيس تحرير القدس العربيه اللندنيه تحت عنوان الاسد باق بمبادره تركيه. نقول ان اتفاقا بين روسيا وواشنطن ودول الجوار السوري على وضع القضاء على الجماعات الجهاديه على قمه الاولويات باعتبارها الخطر الاكبر على الجميع واسرائيل خاصه في حال تحول سوريا الى دوله فاشله وملامح هذا الاتفاق تبلورت اثناء زياره جون كيري وزير الخارجيه الامريكي الى موسكو ولقائه مع الرئيس بوتين وحذر عماد الدين هديب في الشرق الأوسط اللندنية تحت عنوان الأسد باق حتى إشعار آخر أكثر مخاطر بقاء نظام الأسد أنه يكرس مبدأ خطيرا وهو يستطيع أي حاكم أن يقتل أكثر من مئة ألف مواطن من مواطنيه ويؤدي إلى نزوح أكثر من ثلث شعبه وتدمير بنيته التحتية واستخدام كل أسلحة الدمار ضد المدنيين ويفلت من أي عقاب بل ويستمر جهارا نهارا في الحكم أما ماهر أبو طير في الدستور الأردنية فكتب تحت عنوان: حرب وشيكة. المشهد المقبل خطير لأن تنازل الأسد عن موقعه طوعاً غير وارد وتنازله وفقاً لصفقة دولية غير ممكن والاقتراع على الرئيس سيؤدي إلى عودته وكل هذا يقول أن الأسد سيبقى وبقاء الرئيس سيتسبب بجنون عواصم دولية وعربية تعتقد أنها فشلت حتى الآن في إسقاطه. إذا قضايا عدة نوقشت خلال هذا الأسبوع دكتورة ريم الموضوع الذي ركزت عليه ولاحظته يعني هناك القضيتان تحدثنا قضية القصير وقضية جنيف اثنين معظم الآراء تحدثت عن أن عفوا الأسد باق باق في الحكم ولكن تطالعنا الصحف الآن اليوم يوم الجمعة بأن هناك صفقة على شبيه الحل اليمني يعني هل الصحف اوضحت ما يجري ام انها فعلا يعني لخبطت الامور اكثر من ذلك لا بالتاكيد الصحف مره اخرى لخبطت الامور، بدايه هناك ارتباط وثيق بين ما يجري في القصير وبين جنيف، يعني الاطراف جميعها فشلت على ان تحسم الصراع عسكريا لكن حولت معركه القصير تحديدا الى معركه من يحسم فيها عسكريا سوف يترجم هذا الحسم الى مكاسب او خساره على طاوله المفاوضات. وللاسف طبعا حزب الله تدخل بشكل علني ووقح ويعتدي على السياده السوريه وعلى الدم السوري. والنظام لم يعد له اي حجه برفض حل بحجه الانت انتهاك السياده لانه بشكل علني يقبل انتهاك السياده السوريه يعني تدخل الصحافه هنا كان اولا انها برزت انقساماتها الشديده يعني بات واضحا انكشف القناع كل الصحافه أن لا يوجد اي صحيفه استطاعت ان تخبرنا القصه كما هي دائما اخبرنا قصه طرف معين خصوصا في لبنان يعني برزت انقسامات جديده في لبنان حتى ان بعض الصحفيين اعطيك مثال نضال حماده الذي هو من تلفزيون المنار يفترض انه صحفي قال علنا على صفحتي في الفيسبوك كتابة أن حزاب بقاء سلاح حزب الله أهم من كل الدم السوري ومن أي دم فيعني في كشف القناع عن اي صحفي هذا هذا كلام الامر الاخر هو الشخص تحقق منه طبعا الامر, الأمر الاخر هذا س... س... كلامك طبعا طبعا هو موجود على صفحتي طيب. الامر الاخر هو شخصنه القضيه الاعلام يركز على الاسد وليس على الصلاحيات من سيملك الصلاحيات العسكريه والامنيه هو من سيحل الازمه ليس الاسد او غيره اذا طيب. التركيز مره اخرى على صراع ايرادات دوليه وبين جنيف واحد وجنيف اثنين ما تهمله الصحافه ان هناك خمسين الف سوري فقدناهم يعني طيب 80% من الضحايا السوريين ذهبوا طيب. بين اجتماعين طيب امجد طبعا يعني اذا عدنا الى المقالات منها مقال عبد الباري عطوان وكمان ما ذكر عده مقالات تتحدث اراء عن ان الاسد طاقم. طبعا يعني هل هناك مبالغه في هذا الكلام؟ هل هناك ادله تشير الى ذلك؟ طبعا عرفان كما تعرف يعني الان الصوره قليلا تغيرت، كانت هناك الصوره اكثر وضوحا بالفتره الماضيه عندما كانت المعارضه تحرز تقدما اكثر تغيرت نحو على عدم الوضوح يعني؟ على عدم الوضوح بسبب اولا يعني ما ما يوصف بالصحافه حتى ايضا وفي وفي التعليق السياسي بانه تكويع امريكي باتجاه الروايه او باتجاه الموقف الروسي ونحن نرى الان روسيا هي كانت تبدو ولكن عبد عطوان يتحدث عن عن صفقه تركية مع تركيا ولكن طبعا عبد الباري يتحدث من ضمن ايضا هالسيناريات المطروحه الان آه ثمة هذا اعتمادا على طبعا على ما طرحته صحيفه آه التركيه نعم. اعتقد هي الصباح التركيه اظن آه والاتراك هم عادوا يعني واوضحوا هذا الموضوع واظن ان الاتراك يعني هم الذين آه يعني تم يعني دعني أقول تطويع موقفهم اكثر لكي يذهبوا الى جنيف ولا هم كانوا بعد لقاء اردوغان مع نعم اوباما في واشنطن ولا كان يعني الموقف هو موقف صقور اذا اردت الحقيقه يعني مع الموقف القطري والموقف يعني السعودي يعني اصبحت هناك, هناك تنازلات من الجميع هناك يعني. تنازلات من الجميع وسبب هذه التنازلات فعلا انعدام الرغبه في الحسم على المستوى السياسي الدولي ليست هناك رغبه فعلا امريكيه في, في الانخراط ومن ثم يبدو استحاله الحسم العسكري على الأرض استحالة الحسم العسكري على الأرض عبد طبعا الكل يتحدث على أن معركة القصير هي معركة الحسم بالنسبة لنظام المعارضة هل لا. السؤال هو أنه لا نعرف ما يجري هناك يعني نسمع كلام وتأويلات وآراء من صحافة باتجاه حسب كل كل صحيفة حسب اتجاهاتها هذا صحيح يعني القصير هي مفترق طرق أو ملتقى طرق حسب ما رؤيتك لها وما يجري من وصف لها في الصحف يأتي من منطلقات سياسية أيديولوجية مصلحية من جانب النظام ومن جانب المعارضة لكن في ظل كل هذا الذي يدور تبدو حالة الغموض بالنسبة لما تحقق فعلا على الأرض النقطة المهمة في هذا السياق هو أن الأزمة السورية وصلت إلى مفصل أصبح من الضروري مواجهتها بشكل واضح والحديث عن جنيف اثنين اصبح يفرض نفسه وهناك سباق محموم لطرح مبادرات للحل من ناحيه ولتحقيق تقدم على الارض يمكن استخدامه كورقه في هذا التفاوض الفشل يتحمل مسؤوليته الموقف الدولي بالاساس لانه الموقف الاقليمي هو رهينه وتابع للموقف الدولي للاسف الشديد والموقف الدولي لا ينظر الى ما يجري على الارض الان وانما يستشرف ما سيكون بعد طيب. من اجل جنيف. الابقاء على مصالحه خصوصا بالنسبه لاسرائيل وبالنسبه للسياسه الامريكيه في المنطقه. طيب جورج سمعان يتحدث في مقال له قبل اجتماع جنيف يقول انه تجري الرياح بما لا تشتهي جنيف اثنان المستعجلون للذهاب الى جنيف سيصابون بخيبة أمل كبيره، هل تتفق معه في التحليل؟ الى حد كبير لا اعتقد ان جنيف اثنين سياتي منها اي شيء يعني نظرنا اذا نظرنا الى جنيف واحد بعد حوالي سنه او يزيد ليس هناك اي شيء على الارض الامر اكثر فيما اعتقد انه هناك عده مستويات هناك المستويات القوى العظمى روسيا امريكا وبعض القوى الاخرى بالنسبه لامريكا اهم شيء قبل كل شيء وبعد كل شيء هو امن اسرائيل اذا ما ظل امن اسرائيل الى حد ما محفوظ في هذه الظروف فامريكا ليست مستعجله بالنسبة لروسيا تقاتل في سوريا وعينها على الشيشان وعينها على الجمهوريات الجمهوريات هناك بالنسبة إليها من الأفضل أن تبقى المعركة بعيدة عنها وأن تظل إلى أطول فترة ممكنة نعود إلى القصير وحزب الله أعتقد أن أكبر الخاسرين هو حزب الله حزب الله اللي كان زعيمه في بداية الألفين ربما واحد من أعظم الشخصيات لدى الراي العام العربي ربما الان هو في الحضيض باتم تعني الكلمه وهو يؤجج لحرب طائفيه ويؤجل لحرب داخل لبنان، لبنان الذي لم يتعافى ابدا من هذه الحروب لكنه ربما قد يفتح الابواب، اذا نظرنا الى القصير من ناحية. انا اعتقد انها قضي معركه كبرى ولكنها ليست معركه حاسمه، هناك طيب. معارك اخرى ما زالت قادمه للاسف. طيب ممكن اختلف ببعض النقاط، انا قلت ان بين سوريا واحد واثنين لم يختلف شيء، في الحقيقه هناك خمسين الف شهيد بين المعركه بين الاجتماعين والازمه السوريه فاضت عن الحدود وهذا هو ما يجبر الاطراف الدوليه الان الى ان تشتغل وتحسم الامر بشكل سياسي. طب لننتقل الى مصر ففي مصر اهتمت الصحف بخبر اختطاف سبعه جنود مصريين في سيناء ثم افراج خاطفيهم عن الجنود الاراء تساءلت عن غموض عمليه الاختطاف والافراج عن الجنود وطرحت اسئله حول العلاقه بين الرئاسه والجيش وتراجع هيبه الجيش المصري اضافه الى الوضع في سيناء والوجود العسكري المصري فيها نتابع. صحيفه الاهرام عنونت الخميس عوده الجنود بلا اراقه دماء او صفقات، القوات المسلحه حاصرت الخاطفين واربكتهم ففروا. فيما كتبت التحرير المصريه سيناريو اخر للافراج تحت عنوان مليء بالتساؤلات. حمد لله على السلامه ولكن من خطف الجنود واين الخاطفون؟ الارهابيون افرجوا عن الجنود وتركوهم في الصحراء وعادوا الى اول نقطه عسكريه بسياره اجره. وعلقت الحياة اللندنية على تحرير الجنود بالقول مصر إطلاق جنود سيناء وخروج آمن للخاطفين وسيطرت الأزمة على عناوين الصحف المحلية على مدار الأسبوع فعنون الصحيفة المصرية اليوم الأحد الجيش يتأهب لتحرير الجنود رغم وعود مرسي للإرهابيين ممثل القوات المسلحة إما يبقى رئيس بجد أو يستقيل ومندوب الحرية والعدالة تكلم بأدب عن الرئيس فيما شنت صحيفه التحرير هجوما على السلطات المعنيه فعنونت الاحد: الفشل يطارد الرئاسه والجيش والداخليه في فضيحه اختطاف جنودنا. في يوم الاثنين استبعدت الصحيفه الجيش والشرطه من عنوانها الذي جاء يقول: جنودنا بين عجز الرئاسه وتواطؤ الاخوان، مشايخ سيناء رجال مرسي هم الذين خطفوا الجنود. يوم الثلاثاء ابرزت صحيفه التحرير هتافات الجنود. هتافات الجنود قوم يا مرسي صح النوم ولادنا بيموتوا كل يوم في الاراء تساءل مامون فندي في الشرق الاوسط اللندنيه تحت عنوان اختطاف جنود ام دوله مخطوفه اليوم نحن لا نتحدث عن اختطاف جنود بل نتحدث عن اختطاف دوله من جماعه اخرى نحن امام مرحله دقيقه وشديده الخطوره وعلى كل من له مصلحه في استقرار مصر ان يقدم نصيحه صادقه للخاطفين فليس هكذا تدار الاوطان في الحياه اللندنيه كتب محمد صلاح الجيش والرئاسه. الاتفاق يسود بان الجيش لن ينقلب على الحكم طالما بقيت الازمات عند مستوى لا يهدد كيان الدوله، لكن الجيش لن يحمي مؤسسه الرئاسه ولن يتحول الى اداه في يدها اذا ما قرر الشعب او قل غالبيته الاستغناء عن خدماتها. بينما رات القدس العربيه اللندنيه في افتتاحيتها تحت عنوان الافراج عن الجنود انتصار اولي عمليه الخطف هذه بكل فصولها سلطت الاضواء مجددا على القيود الامنيه والعسكريه المجحفه التي فرضتها معاهدات كامب ديفيد على الجانب المصري الامر الذي يتطلب من السلطات المصريه التفكير جديا بتعديل هذه الاتفاقات كخطوه على طريق الغائها مستقبلا لانها تشكل انتهاكا للسياده المصريه على ارض مصريه وأثار محمد فوزي في السفير اللبناني عدة تساؤلات وكتب عاد الجنود واختفى الخاطفون. سيناء نهاية غامضة. تعددت الروايات غير الرسمية حول طريقة الإفراج عن الجنود السبعة وهي بمعظمها بدت غامضة وملتبسة لكن الرواية الرسمية أضافت مزيدا من الغموض والالتباس لتطل الأسئلة المربكة من خطف الجنود؟ أين الخاطفون؟ كيف تمت عملية الاختطاف؟ من تفاوض مع الخاطفين اذا كان هناك تفاوض؟ ما هي الوعود التي تلقاها الخاطفون في مقابل الافراج عن الجنود؟ ولماذا تخلى الارهابيون عن مطالبهم فجاه؟ اذا تساؤلات عده اثارتها الاراء والصحف حول هذه القضيه كما استمعنا عبد الله هناك الكثير من الاراء حول قضيه خطف الجنود السبعه حتى الان هل اجابت الصحافه عنها؟ لم تجب وتظل القضيه مطروحه لفتره طويله قادمه، المشكله في هذا السياق ان خطف الجنود جاء في اعقاب فتره من تبادل الاتهامات بين الرئاسه وبين الجيش، ليس على لسانهم لسانهم مباشره كمؤسستين وانما من خلال التسريبات الصحفيه من كلا الجانبين، والمصادر التي لم يعلن عنها. النقطه الشديده الاهميه في ذلك هي ان هناك نوع من الاحساس بالتعاطف من جانب الرئاسه والحكم الاخواني تجاه القوى السلفيه الموجوده في المجتمع بما فيها السلفيه الجهاديه التي لها تشكيلات خلايا في سيناء. وتشعر السلفيه الجهاديه على وجه التحديد من بين المجموعات السلفيه الاخرى ان وجود رئيس اخواني في الحكم يعبر عن مصلحه اساسيه لها. الاستقطاب السياسي أه. انعكس في صوره استقطاب اعلامي خلى الاتهامات تتبادل والرئيس نفسه في موضع اتهام عندما تحدث عن امكانيه التفاوض مع خاطفين، عندما يحدث امر من هذا النوع من جانب مؤسسه الدوله يجب احقاق الحق اولا ثم النظر في عمليه تنميه سيناء كما يطالب بها الجميع والا يكون هناك صفقه من هذا النوع على الاطلاق. <applause> للاسف الشديد عندما تم اطلاق سراح الجنود المختطفين تم من خلال عملية تفاوض مع شيوخ قبائل سيناء، كان هذا موضع ترحيب لأن شيوخ قبائل سيناء يؤكدون ولاءهم للدولة المصرية على عكس ما كان يثار، لكن في الوقت نفسه عدم القبض على المسؤولين عن هذه العملية بالذات وتقديمهم للمحاكمة ما زال يشكل عنصرا ناقصا في المعادلة. هذا طيب. هذا الأمر سيد محمد العربي يعني أثار كثير من المقالات التي تتحدث عن ضعف هيبة الجيش المصري. بعد ذلك هناك مقال لعثمان مرغني في الشرق الاوسط يقول ماذا يحاك لمصر وسمعنا مقال فندي في نفس الصحيفه هناك مقالات وكتابات انا تابعت الموضوع، الغريب في الامر ان كثير من الكتابات تريد ان تقحم الجيش المصري في السياسه بشكل او باخر، يريدون بعض الاطراف تريد للجيش ان يتدخل ان يصبح وكانه لم تحدث ثوره والعوده الى حكم العسكر، بل حتى هناك رفعت شعارات في بعض م. الحالات، انا استمعت لموقف كان ذكي جدا واعتقد انه عاقل جدا لوزير الدفاع قبل حوالي ثلاث اسابيع او اربعه قال ما معناه انه دخول الجيش بهذا الحرف دخول الجيش في المعترك السياسي يعني صومال أخرى أو أفغانستان أخرى م. يعي الرجل بالضبط وزير دفاع يعي بالضبط ما يقول الذين يدعون أو الذين يريدون بإقحام الجيش في قضايا تتعلق بالمدنيين يخطئون في الزمن ويخطئون أيضا إذن, إذن, الكلام الذي يتحدثون عنه بأن العلاقة بين الجيش والرئاسة متوترة دائما هو لإقحام الجيش أعتقد وش في, في الثينكينج أكثر م. منها أعتقد أن الذين فشلوا في حد كبير على الأرض يريدون إقحام الجيش في معارك لا تعني الجيش تعني السياسيين قبل أي طرف آخر. إقحام الجيش. تجربتنا في الجزائر أن إقحام الجيش قد تؤدي إلى دمار كامل للوطن. ولا نظن ان المصريين يذهبون في هذا طيب. الاتجاه الامر طيب. الاخر فقط في قضيه الاختطاف مه. بالضبط نحن استمعنا الى عده روايات من الروايه الاسرائيليه الى روايه تقول ان الامريكيين والاسرائيليين هم وراء الاختطاف الى روايه السلفيه التي تقول مه. من ان ربما هذه عمليه قامت بها الحماس الى اخر, طيب آخر. روايات طيب. مختلفه جدا طيب. حول القضيه امجد يعني لاحظت ان القدس العربي رحبت قالت, يعني قالت ان هذه العمليه بادره ايجابيه اولى ما رايك؟ هل انا رايي ان القدس العربي هي الوحيده على ما ذكرت الان التي التقطت البعد الاستراتيجي للموضوع اللي هو نقص السياده المصريه في سيناء وترك سيناء كمنطقه يعني يعني تقريبا خاليه امنيا تقصد اتفاقيات جنيف؟ اتفاقيات جنيه قضية كام ديفيد نعم كامب ديفيد وطبعا وما اعقب وما يعني يعني الثوره المصريه 25 يناير من ايضا تخلخل في المؤسسه الامنيه والعسكريه ومن ثم انسحاب حب. Uh, you know. كثير من القوى الأمنية ليست هناك حتى قوى أمنية يقال أن هناك عدد قليل جدا حتى من النقاط التي يتمركز فيها الجيش المصري أو 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 القوى التابعة لوزارة الداخلية موضوع السيادة على سيناء هو الموضوع الرئيسي لأن سيناء أصبحت بسبب هذا الغياب الأمني بسبب هذا الانفلات أيضا مسرحا لقوى عديدة لا يعرف المرء فعلا عددها وانتماءاتها ولكن على الأغلبية تتدرج من قوى سلفية ربما عادية الى 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 القاعده، يعني القاعده بكل ما تعنيه الكلمه، فاذا انا اظن انه التقاط القدس لهذا الموضوع هو مهم، طيب. الباقي هو عباره عن تراشق حقيقه على 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 شطري الانقسام في مصر، الاخوان وحلفائهم من جهه والمعارضه من جهه اخرى. طيب دكتور ريم. يعني هذه الامور لم تكن تحدث في السابق، يعني بعض الصحف تطرقت اليها ولكن ليست بتحليل ايام حسني مبارك، الان هناك حراك كبير هناك حركه سلفيه تزداد طبعا تطرقت اليها بعض الصحف هل يعني السبب هو ذلك العوده الى اتفاقيات كام ديفيد كما تطالب القدس العربي ويطالب كثير من المصريين لا اعتقد ان سيناء هي كانت دائما مصدر مشاكل حتى اثناء فتره مبارك يعني لا تنسى هي منطقه يتم. ليست بهذه الدرجه ليست الى نعم. هذه الدرجه لكن الان هناك اصبح انشقاق بين مؤسستي الرئاسه وال والجيش طبعا هذا يفتح المجال اكثر لهذه المشاكل وانا اعتقد ان يعني الجيش اقحم في العمليه السياسيه منذ ان تدخل في عمليه اسقاط الرئيس بحد ذاته فاصبح من الصعب جدا جدا فصل المؤسستين واعتقد ان الموضوع كشف يعني عرى الرئيس مرسي فهو فشل في ان ياخذ موقف رجل دوله رجل وطني حاسم يستطيع ان ياخذ موقف حاسم لصالح الجيش يعني منذ البدايه وضع الطرفين في موقف واحد وتكلم عن سلامه الخاطفين مثل سلامه المخطوفين طب عبد الله يعني كنت هز اعتقد انه يجب الفصل بين نقطتين مهمتين الاولى هي دخول الجيش السياسه وانا اعتبر انه تمني من جانب الذين لا يستطيعون ممارسه العمل السياسي او الاستفاده من اخطاء حكم الاخوان وظهور السلفيين بهذا الشكل المتطرف الذي يفقدهم مصداقيه لدى الشعب المصري <applause> والقضيه الاخرى هي انه الخلاف بين بين طيب. الرئاسه والجيش لان هناك خلاف بين الرئاسه ومؤسسات عديده في الدوله المصريه لا تستطيع الرئاسه ان طيب. تقودها بشكل جيد نتوقف لفتره وجيزه ثم نتابع في سبعه ايام الضجه الاعلاميه حول غياب الرئيس الجزائري بسبب مرضه والهدف من تشكيك اسرائيل بصور مقتل الصبي محمد الدره في اوج الانتفاضه الفلسطينيه وصور قاتل الجندي البريطاني في وسط لندن ابقوا معنا للحصول على خدمة الأخبار العاجلة على الأسماس ابعث رسالة نصية عليها بي بي سي اي لشركة الاتصالات الخاصة بك الى جانب الموجات القصيره والمتوسطه وموجات الاف ام يمكنكم الاستماع الى بي بي سي عربي عبر قنوات الارسال الاذاعي على الاقمار الاصطناعيه هوت بيرد عرب سات وناي سات كما يمكنكم الاستماع الينا عبر موقعنا على الانترنت بي بي سي دوت كوم اهلا بكم مجددا مشاهدينا ومستمعينا الى سبعه ايام من بي بي سي. انتقدت الصحافه الجزائريه صمت السلطات الجزائريه حول صحه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه اعتبرت الصحف الجزائريه الصادره منذ مطلع الاسبوع ان الصمت الرسمي حول صحه الرئيس لا يطمئن الجزائريين كما دانت منع صدور صحيفتين بسبب تطرقهما لهذا الموضوع نتابع. صحيفة الخبر الجزائرية عنونت الخميس. بوتفليقة سيكون قريبا في الجزائر. مدلسي لم يحدد أجلا لذلك. وقال إن مرضه ليس خطيرا. أما صحيفة الشروق الجزائرية فأبرزت سلال. لماذا تكذبونني وتصدقون الأجانب؟ ونقلت المسائل الجزائرية الأربعاء تطمينات مسؤولين. بن صالح يدعو دعاة التيئيس إلى ترك الرجل يرتاح ويؤكد الرئيس بخير والحمد لله. فيما أبرزت صحيفة الخبر الجزائرية تضارب المعلومات بشأن صحة الرئيس. بوتفليقة يحول إلى المستشفى العسكري المعطوبون في باريس. تسريبات الإعلام الفرنسي تتناقض مع تطمينات السلطات الجزائرية، مصادر تقول إن شقيقه السعيد رفض ظهوره في التلفزيون لأن الظرف لا يسمح. اما صحيفة الفجر الجزائرية فاكدت التصحر السياسي وراء البلبلة غياب الرئيس لم يؤثر على سير المؤسسات ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية الاثنين آراء شخصيات عامة وحزبية حول الموضوع شخصيات واحزاب تطالب بالشفافية في تسيير القضية وتؤكد تسطر السلطة على ملف مرض الرئيس احتقار للشعب السلطة تتحمل اخطاء الصحافة بسبب اخفاء المعلومة وكانت القدس العربيه اللندنيه قد اشارت في صفحه داخليه الاثنين الجزائر منع صحيفتين من الصدور بسبب مقال عن صحه بوتفليقه والتحقيق مع صحفي تحدث لقنوات اجنبيه عن صحه الرئيس بتهمه المساس بامن الدوله وكتبت صحيفه الخبر في صفحتها الاولى الشعب يريد ظهور الرئيس لم يعد أمام أجهزة الدولة سوى حجة دامغة وهي إظهاره بالصورة والصوت لإنقاذ ما بقي لها من مصداقية في تسيير ملف مرض الرئيس في الحياة اللندنية كتبت رندا تقي الدين عن مرحلة ما بعد بوتفليقة. سبق للرئيس الجزائري أن انتقل مرات عدة للعلاج في فرنسا وسويسرا ولم يكشف عن هذه الزيارات إلا من أصداء في الأوساط الطبية أو الإعلامية الجزائرية والفرنسية، أما في هذه المرة فجاء الإعلان الرسمي من الجزائر ما يشير إلى أن الجلطة التي تعرض لها بوتفليقة قد تكون أخطر من عارض صحي بسيط وتتطلب تحضير الرأي العام لمرحلة جديدة. اذا الصمت حول صحه الرئيس الجزائري او اي رئيس مسؤول وحدود الصحافه في الكتابه حول هذا الموضوع محمد العربي طبعا اين حدود ان تكتب الصحافه حول صحه الرئيس من عدمه هل هو بسبب ما تقول بعض الصحافه بان السلطات لم تتحدث عن حالته الصحيه بشكل ما تريد ولكن الحكومه تقول انها تحدثت تصدقوني لماذا كما قال رئيس الوزراء قال لماذا لا لا تصدقوني ولكن تصدقون الصحافه الغربيه. وقال بالضبط لماذا تكذبوني هل تعودت على الكذب؟ <applause> وفي الحقيقه يعني هم تعودوا للاسف يعني تعودوا على في كثير من القضايا على الكذب ولذلك الناس لا يصدقونهم باختصار بسيط. المشكله اي شخصيه عامه مهم جدا ان تعرف الناس عنها كل شيء، لان شخصيه عامه ليست شخصيه خاصه، فما بالك ان يكون رئيس دوله ورئيس دوله بصلاحيات امبراطوريه وان كان طبعا خلف الحاكم طبعا هذه وجهه نظرك يعني هو نعم. انتخب انتخب ديمقراطيا لا انا اقول بصلاحيات طيب ديمقراطيا طيب. هذه بين طيب. سته اقواس لانه طيب. في الحقيقه جي به سنه 99 يعني طيب. جاء بالجنرالات طيب. الحاكم الفعلي او الشريك الاكبر هم الجنرالات خلف الستار لكن هو الصلاحيات رسميا في الدستور صلاحيات امبراطوريه بيتم عن الكلمه حتى انه في الجزائر لا يقوم اي شيء حتى في بعض البلديات الا تحت رعايه فخامه الرئيس يعني حتى لو كان معرض كتاب صغير او حفل غنائي هذه هي الاشكاليه الان اين يوجد الرئيس هذه المشكله المشكله الكبرى لدى الجزائريين وهذا مؤلم جدا هو انه بعد خمسين سنه ليس فقط ليس هناك مستشفى يستطيع الرئيس ان يعالج فيه بل انه يذهب لفرنسا ليعالج او سويسرا لا مشكله فرنسا يعني لو فنش. كانت سويسرا كانت خفيفه لان سويسرا لم تكن مستعمره لم تحتل الجزائر 130 عام لكن في فرنسا وداخل مستشفى لوزاره الدفاع هذا مؤلم جدا للجزائريين حتى انه قالوا انهم لكي يظهروا من انه ربما بصحه لا باس قالوا أنه وقع مراسيم وهذه كانت كارثه اكبر ان توقع مراسيم وانت على سرير المرض وهناك من يقول على سرير الموت وداخل وزاره الدفاع الفرنسيه اين في اي عالم نحن بالنسبه للجزائريين طبعا طيب. ولحساسيه الموقف يعني 130 سنه من الاستعمار الفرنسي التدميري هذه طيب. كارثه الكوارث طب امجد يعني كيف يجب ان تتحدث عن هذا الموضوع الصحافه الصحافه الجزائريه والصحافه العربيه بشكل عام حتى الصحافه الغربيه يمكن تتطرق اليها ربما الصحافه الفرنسيه تحدثت عنها يعني احنا تناولنا الموضوع في في القدس الحقيقه يمكن يكون الصحيفه الوحيده التي دخلت في التفاصيل اكثر يعني ببساطه يعني آه آه صحة رئيس الدولة ليست سر من أسرار الدولة م. يعني البشر يمرضون يعني وهذه سنة الحياة وسنة الطبيعة آه هذا يذكرني طبعا أيضا بأنظمة مماثلة يعني هذا هذا سلوك للنظام شمولي م. الجزائر الآن وسوريا ربما هما يعني آخر نظامين شموليين في العالم في العالم العربي نتذكر أيضا مرض حافظ الأسد حافظ الأسد مات ولم يعرف السوريون بأي مرض مات بل لم يعرف السوريون انه انه كان مريضا اصلا آه والحال في, في في الجزائر كذلك الامر نفس الشيء الى حد ما ربما نتذكر ايضا حادثه مرض الرئيس المصري وعندما آه يعني ايضا حبس احد الصحفيين الذي هو مم. ابراهيم عيسى اذا اذا قضيه في المقابل دعني يعني اطرح مثال نموذجا مختلفا بعض الشيء رغم انني سياسيا كنت اختلف مع هذا الرجل الذي هو الملك حسين الاردنيون كانوا يعرفون يوما بيوم تطورات النشره الصحيه لملك لأن هناك صحيح. السبب بطبيعة الحال أن هناك النظام مستقر يعرف يعرف يعني طيب. الانتقال السلس للسلطة هناك أنظمة تحكم كما قال محمد العربي الآن من وراء يعني من وراء طيب. الستار أو بطبيعة الحال أنها يعني تعتبر كل هذه الأمور أسرار التي لا ينبغي للمواطن طيب. أن يعرفها دكتور ريم الصحف البريطانية لم تتطرق هذا إلى هذا الموضوع لا يهمها. أه لا حقيقة أن بريطانيا لا زالت تعتبر أن دول المغرب العربي عموما هي منطقة نفوذ فرنسي أه وينعكس هذا على مثلا عدد أه الخبراء في سواء في الخارجيه البريطانيه او في مراكز الابحاث او في الصحافه المختصين بشان المغرب العربي ولكن أو هناك ولكن اهتمامات نفطيه صحيح هناك نعم. وغاز هناك كمية وغاز. مهوله نعم. من الغاز في الجزائر هناك قربها من مالي وكل مشاكل التطرف هناك هناك اسباب الان تستدعي التركيز عليها لكن بسبب الارث الفرنسي هناك تقليد من اهمال هذه المنطقه لكن يعني بدانا نلمح بدايات للاهتمام فيها مره اخرى طيب عبد الله يعني انا اعتقد ان صحه الرئيس نقطة شديدة الأهمية بالنسبة للأوضاع في أي بلد. يعني الرئيس نفسه يدخل في مجال الحياة العامة وليس الحياة الخاصة. للأسف الشديد في بلادنا يعني ما زالت هذه الأمور تتم بشكل سري وكما قال أمجد يعني دخل إبراهيم سجن إبراهيم عيسى حكم عليه بالسجن لمجرد أنه كتب أن حسني مبارك مريضا وكأن الرئيس لا يمرض. م. هذه أمور يعني دعنا نرى الرئيس الأمريكي م. يتم فحصه ويتم نشر تقرير طبي عن حالته قبل انتخابه. عند يعني ترشح. نعم. يعني هذه أمور يعني أعتقد يجب أن يعني حدث للأسف الشديد عنها الرئيس صحة مرسي, صحة. مرسى قيل أنه ذهب إلى ألمانيا في جراحة ولم يعلن عنها أي شيء أيضاً وأعتقد أن هذا على سنة حسن مبارك إذا كان هناك سنة لحسن مبارك يتبعها مرسى. يعني للاسف الشديد طيب ننتقل الى موضوع اخر في بدايه هذا الاسبوع نشرت الصحف البريطانيه وبعض الصحف العربيه تقارير حول تحقيق اسرائيلي يقول ان المشاهد التي نشرت للطفل الفلسطيني محمد الدره ووالده ووالده يحتضنه عندما وقع في مرمى النيران بين القوات الاسرائيليه ومسلحين فلسطينيين في قطاع غزه في اوج الانتفاضه الفلسطينيه عام 2000 تقول يقول التقرير الاسرائيلي ان هذه المشاهد مزيفه بعض الصحف البريطانيه شككت في الروايه الاسرائيليه واعتبرتها احدى الاراء بانها هوس اسرائيلي بالبروباغندا نتابع الحياة الجديدة عنونت يوم الاثنين. زعمت عدم قتله بنيران جنودها. اسرائيل تغتال محمد الدرة بعد 13 عاما على استشهاده. الجارديان البريطانية عنونت يوم الثلاثاء. اسرائيل تقول ان صور المعركة بالاسلحة التي اشعلت الانتفاضة الثانية قد تكون مزيفة. الاندبندنت البريطانية عنونت يوم الثلاثاء. وفاة محمد الدرة ذو الاثنى عشر عاما مثلت رمزا للانتفاضة الثانية لكن إسرائيل تقول أن كل ذلك كان زائفا التايمز البريطانية عنونت الإسرائيليون يقولون أن الصبي الذي ظهر بفيلم مصابا بطلق ناري لم يمت ووالد الصبي يقول من غزة أنه على استعداد لنبش قبر ابنه ودحض التقرير الإسرائيلي في الآراء كتبت ريتشل شابي في الجارديان البريطانية تحت عنوان: محمد الدرة وهوس إسرائيل بحرب البروباغندا. بهذا التحقيق تكشف حكومة إسرائيل هوسها في محاولة كسب الحرب الدعائية، كما وأن كل شيء سيجعل الأمور جيدة بضربة ساحر، ولكن المشكلة هي أن الشيء الذي يقوض شرعية إسرائيل أكثر من أي شيء هو احتلالها القمعي والطويل للشعب الفلسطيني. اذا لماذا تفتح اسرائيل هذا الملف بالذات وبهذا التوقيت وهناك ضحايا كثر في هذا الصراع المستمر منذ عشرات السنين امجد لماذا تفتح اسرائيل هذا الموضوع يعني احد الاسباب ربما اجابت عليها صحفيه بريطانيه هو يعني اهتمامها بالموضوع البروباغندا ولكن البروباغندا ليست يعني بلا مناسبه المناسبات طبعا ان الان هناك حديث عن عوده لما يسمى عمليه السلام هناك يعني استيطان مطلق الصراح تقوم به اسرائيل يعني رغم كل المو... ال... يعني المناشدات الدوليه والمطالبات بوقف الاستيطان بوصفه عقبه امام السلام هناك جمله من القضايا تريد ربما ان تصرف بها النظر عن عن واقع الحال الذي يجري الان موضوع القدس بطبيعه الحال والحصار الذي تتعرض تتعرض له ولكن المضحك في الموضوع <applause> ان وزير الدفاع نفسه يذهب الى ان محمد درة ليس فقط يعني لا يزال على قريب لم قريب يقتل بهذه الطريقه ولكن لا يزال على قيد الحياه بينما والده يقول انا مستعد ل... لنبش رفاته و... و... ويعني فحصه مره مره اخرى هو ايضا صحفيا هذا الموضوع في فرنسا في فرنسا لم يمت تماما كانت هناك هي كانت القضيه موضع مقاضات بين بين الصحفي الذي الصحفي الذي اجرى الذي التقط هذه المشاهد وجهه اخرى هم وكاله الانباء الفرنسيه نعم وجهه اخرى فرنسيه معنيه بمتابعه او صدقية ما طيب. تنشر وسائل الاعلام، فظل وهي طبعا هذيك قريبه من اسرائيل، فظل الموضوع موضع اخذ ورد ولكن دون ان يصلوا الى حد ان محمد الدره هو لا على قيد الحياه، اعتقد ان اهله سيكونون سعيدين ان هذا الامر صحيح. طب عبد الله يعني انا لاحظت ان هناك, هناك هناك اهتماما كبيرا في الصحف البريطانية في هذا الموضوع يعني إذا لاحظنا في الأيام الأولى التي نشرت هناك تغطية واسعة له لماذا؟ يعني التغطية الواسعة في الصحف البريطانية اتخذت الطابع الخبري أكثر منه طابع الرأي نعم بزرق. ولكن في باستثناء ما كتبته ريتشل في المقال في الجارديان نعم. طبعا يعني بس هو حتى ده كان طابع تحليلي ليس راي يعني نعم. وطابع تحليلي مقصود به دحض الفريه الصهيونيه يعني ما أراه هو أنه يستفزعون ما يمكن أن تصل إليه إسرائيل للخروج من مأزق جريمة تم ارتكابها اعتقد ان نقطه الدخول فيهم باسلوب الراي بشكل واضح في بريطانيا ممكن ان يخلق لهم حرجا خصوصا بعد مثلا ما جرى من تغطيه صحفيه واسعه لمقاطعه ستيفن م. هوكنز لا. لمؤتمر في اسرائيل م. يعني هناك معالجه للموقف ومحاوله لتعريه الحاله الاسرائيليه ديت دون تورط في جدل معاكس ياتي بشكل مختلف طب ماذا ماذا قرات يعني لم اطلع على الصحف الفرنسيه ربما الصحف الفرنسيه كتبت عن هذا الموضوع ما هو ما هي قراءتك تفسيرك لما لهذا الخبر وهذا والتغطيه له ايضا يعني هذا الشيء عهدناه من اسرائيل ان تستخدم البروباغندا لتظهر انها ضحيه وكما قال هناك يعني توقيت مناسب لهذا الامر بعد قبل مباحثات السلام فكل عادة اسرائيل تستغل حادثه معينه وتركز عليها وتنسى ان هناك اكثر من 1500 شهيد استشهدوا على يد جيشها في نفس الفتره وهذا ما, ذكرته زك... بالضبط السؤال هو أيضا. الذي يجب ان نساله لماذا تحولت حادثه واحده الى مفجر الى انتفاضه اذا لم يكن هناك شحن سابق لهذه مم. الحادثة. طبعا ما أثرته أيضا الصحافة البريطانية هو أن إسرائيل أصرت أن يكون في كل إسرائيلي. ولذلك القصة كلها مشكوك فيها. يعني قصة الرواية الإسرائيلية لم تكن من ورغم, ورغم ذلك يعني أخذت حيزا كافيا في الصحافة البريطانية. صحيح وربما الفرنسية. التريف بالأمر أن الإعلام السوري تبع نفس الطريقة. يأخذ حادثة واحدة ليظهر بمظهر الضحية. وأن كل ما يجري الآن في سوريا هو مؤامرة. وينسى كل القتل الذي يتم على يده. طيب مع قد تكون الحادثه حقيقيه وتضخم هذه حادثه الجيش الاسرائيلي اعترف 2000 صحيح. سنه 2000 بان واعتذر اعتذر اعترف بقتل محمد الدره صحيح. واعتذر واعتذر عن ذلك انا اظن ان الامر يتعلق فعلا بمحاوله بائسه ويعني ومردوده لتشويه الجانب الاخلاقي لانه محمد الدره تحول الى ايقونه ومحاوله وهذا وهذا هو السؤال لمحمد العربي يعني ان ان محمد الدره تحول الى ايقونه وهذه الايقونه لا تزال تهز يعني مضاجع الاسرائيليين ولذلك يحاولون كما هم قالوا وكما قالت الكاتبة ريتشارد في هذا الموضوع الهوس في البروباغندا على حد قولها <applause> اعتقد انك كاتب كتب كتاب كامل سماه الاساطير التي بنيت عليها اسرائيل يعني اسرائيل هي اصلا تاتي من اساطير وتعود الى الاف السنين آه والمشكله بالنسبه لهم ان م. هذه الصوره كانت مثل صوره البنت الفيتناميه المفزوعه م. من الطائرات الامريكيه والتي هدمت او اضرت بشكل كبير جدا بالدعاة الحرب الامريكيين في فيتنام بالنسبه لاسرائيل هذه لم تكن فقط مفجره للانتفاضه بل كانت تبرز وحشيه الاسرائيليين في مواجهه طيب هادي شعب. هذه وجهه نظر وجهه نظرك وجهه نظر كلنا نعم. نعم. <applause> <applause> نعم تظهر الوحشيه الكامله للجنود الاسرائيليين في مواجهه شعب اعزل عموما وهذه هي رمزيه الصوره في الحقيقه انا اعتقد ان اسرائيل ارتكبت خطا فادح فهي اعادت هذه القضيه م. الى الحياه من حيث ارادت ان تقتلها. طيب لننتقل الى موضوع اخر له علاقه ايضا في الصور وتاثير الصور على الراي العام. يوم الخميس تصدر خبر قيام اشخاص بقتل جندي بريطاني في وسط لندن باسم الاسلام الصفحات الاولى للصحف البريطانيه ونشرت الصحف كلها صوره صور من شريط فيديو لاحد المشتبهين بهم وهو يحمل اسلحه بيضاء ويده مدميتان وابرزت الجارديان قول المشتبه ايها الناس لن تكونوا في امان او سلام ابدا التايمز نشرت صوره اخرى لنفس الشخص وفي الطرف الاخر للشارع جثه على الارض وعنونت الجندي ضرب بالساطور حتى الموت في هجوم ارهابي في لندن اما الاندبندنت فنشرت صورتين المشتبهين بهما في موقع الحادث وعنونت مقزز ومشوش ولا يمكن غفرانه عبد الله طبعا يعني هذه الصور هزت بريطانيا وهذه الحادثه هزت بريطانيا اثير في بعض الصحف موضوع نشر الصور نشر الصور الدماء وخاصه الجندي الذي يقال انه قطع راسه فهناك جدل في بريطانيا حول هذا الموضوع في الاراء هل يجب نشر هذه الصور هي الصور التي نشرت وانا شفتها لم يكن باين شكل الجندي بالتفصيل وانما كان هناك جثه مكومه على الارض ولم يكن واضحا ما اذا كان راسه قد فصل ام لا رغم بشاعه المشهد لكن البعض تحدث عن ذلك واعتقد ان ذلك لم يوثق ولم يتم تأكيده وقد يكون فريا لأن هذا الحدث بالذات قدم مادة هائلة لصحيح لصحف التابلويد البريطانية لكي تتحدث عن الإسلام بأسوأ ما يمكن الحديث عنه به يعني والصحف الأخرى يعني تحدثت عن حالة التقزز الشديدة وأشار الجميع إلى هؤلاء المسلمين الذين اقترف هذه الجريمه وحاولت الصحف التابلويد ان تسيء الى الاسلام باقصى قدر مم. ممكن وجاء بعد ذلك تدخل والتقارير التي ظهرت عن طيب. حاله الجبهه البريطانيه الدفاع الدفاع الانجليزي نعم. يعني كل هذا يشير الى ان هناك يعني حاجتين الاولى تتعلق بانه اصبح اعتناق الاسلام من جانب شخصيات تعاني من حاله من عدم التكيف الاجتماعي والنفسي وهما أصبح وهد 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 واصبح شخصان. هذا نعم. يتم استغلاله طيب. والنقطه الثانيه انه يتم استغلال ذلك للاساءه الى الاسلام وجه عام والضغط عليه للتراجع وخلق عدو بشكل اخر لحاله فزع طيب امني او استنفار امني هنا طيب ريم هل لاحظت هذا الشيء طبعا تابلو تحدثت بهذه الطريقه ولكن الصحف الجديه لم تتطرق ولكن الشعور العام عاد الى الرهاب الاسلامي والخوف من الاسلام في الصحافه البريطانيه. صحيح لا ننسى يعني انه في عام 2005 كان هناك ايضا حوادث ارهاب نسبت الى المتطرفين الاسلاميين فالامر في, في الذاكره البريطانيه. لكن ايضا بعض الصحف تطرقت الى أن ضحايا الإرهاب الإسلامي المتطرف هم غالبيتهم من المسلمين وليسوا من الغربيين وأن بعد ما تقوم به السياسات الغربية ومنها بريطانيا تغذي الإرهاب في منابعها تصنع الإرهاب تصنع يعني مؤسسة كما يجري في بعض مناطق سوريا الآن هناك آليات لصناعة الإرهاب وبعض عناصر هذه الصناعة سوف تعود إلى بريطانيا من م. حيث أتت يوما ما وسوف ترتكب جرائم في بريطانيا طب الصحف العربية بدأت تتحدث عنه يوم الجمعة كما كتبت الشرق الاوسط ارهابيه لندن من اصل نيجيري وكاميرون الاعتداء خيانه للاسلام الحكومه تحاول ان تبعد ذلك عن الاسلام كدين ولكن الصحافه ربما على اختلافها ربما اخذت منحا اخر من الحكومه من مصلحتها بطبيعه الحال ان لا تشير يعني بيد الاتهام للاسلام وهذا بطبيعه الحال هذه وهذا هو هو هذه الحقيقه لانه ليس هناك من دين يقبل هذه الجريمه النكره ايا ايا تكن، هناك تعاليم ربما هناك فهم خاطئ للدين وهذا ما يمكن ان اسميه انا الدين الاسلام الآسيا والذي ليس هو الاسلام الذي نعرفه، وعلينا ان نلاحظ ان كل يعني الحوادث العنيفه المروعه التي من هذا الطراز التي وقعت هنا تحديدا على الاقل لم يقم بها لم لم يكن وراءها عرب على سبيل المثال الذين م. يفهمون الاسلام فهما افضل باعتبار انه يعني فعلا. انه يعني يعرفون اللغه نعم. يعرفون القران يعرفون التعاليم فاذا هناك نوع نوع من الاسلام الاسيوي الذي ياخذ سفاسف ولكن ولكن يعني لا نريد ان ندخل في هذا الموضوع ولكن هدو العرب هذا هم كمان كان لهم تاثر الأكبر. تاثر بافكار معينه من قراءاتك لما كتب حول الصحافه خاصه في الصحافه البريطانيه حول هذا الحادث آه القراءة الأولى إذا نظرنا للتابلويد يعني اللي هي في الغالب تتميز دائما بنوع من كراهية الآخر حتى بغض النظر أن يكون مسلم في الحقيقة هم يكرهون حتى الأوروبيين الذين يأتون من بولندا أو من بلغاريا لكن عمّقت وركزت شيطنه الاسلام وكأن ان يقوم مخبول بعمل معين وينسبه الى الى انه باسم الاسلام يصبح هذا هو الاسلام وهذا هو التركيز عليه، كان هناك تركيز شديد جدا من هذه الصحافه يعني مملوءه الصحافه البريطانيه التابلويد، حتى الصحافه التي تسمى رزينه بالمناسبه، قرأت فيها بعض الاشياء لا يعقل ان يكتبها صحفي متزن، اعتقد ان هناك خبل من وجريمه مدانه قام بها هذا الشخص ولكن هناك خبل ايضا من الطرف الاخر الذي يريد ان يست... يستثمر في هذا التعصب طيب. يخلق تعصب من الطرف الاخر طب لننتقل الان الى فقره رسوم الكاريكاتير الرسم الاول من صحيفه الشق الاوسط اللندنيه ومن وحي الازمه التونسيه وفيه شخص يرتدي العلم التونسي وهو يدخل نفقا مظلما عبد الله يعني هنا بعد فتره من الاحساس بالانفراج و وان النظام السياسي التونسي يعمل بدات تظهر الازمات مره اخرى لان الازمه الاقتصاديه ما زالت مستحكمه طيب. هناك خلاف بين النهضه والسلفيين هناك خلاف بين القوى العلمانيه والقوى الاسلاميه طيب. فاصبح هذا دليل ما يجري دكتورة. يعني الكاريكاتور معبر هناك ازمه هناك نفق لكن ما سيحدد مدى ظلاميه هذا النفق هو اذا كانت هذه الازمه ستتحول الى ازمه عنفيه او تبقى ازمه سياسيه سلميه بطبيعه الحال ايضا الدخول الى هذا النفق الذي يعني كان تونس الى اين لكن انا اظن ان الازمه التي حصلت مؤخرا ربما قد تكون ربما ضاره النافعه لانها ستفرز مواقف آه ما يسمى بالاسلاميين المعتدلين عن طيب محمد عربي اعتقد ان لو كنت انا راسم الصوره لقلبت الصوره يعني تركت الرجل يظهر بوجهه <applause> ان لان تونس تخرج من النفق برغم الظروف الصعبه حقيقه هناك ظروف صعبه وكل ثورات تمر بظروف صعبه بعدها مثل المخاض وانما هي تخرج من النفق النفق كان ايام الاستبداد والثورات مهما كان الثمن هي دائما افضل من واقع الاستبداد، فالصوره يجب ان طيب. تقلب في نظري. لناخذ الرسم التالي من البيان الاماراتيه وفيه امراه ضخمه جدا كتب عليها الازمه العراقيه ويدعوها شخص للخروج من مخرج صغير جدا، ريم. انا لم تعجبني الصوره التي صورت فيها المراه <تصفيق> <تصفيق> مع الازمه لانها مؤنث. المراه العربيه بشكل عام، لكن طبعا هي معبره عن المخرج الضيق جدا والذي ليس على مستوى الأزمة الذي يتحدث عبد الله باختصار لا يمكن الخروج من الأزمة وليس بالضرورة إخراج الأزمة يعني, طريقة <applause> يعني التعبير فيها فنية شوية أنا أنا أتضامن مع ريم لأنه هذا موقف ذكوري مرفوض من من يصنع الأزمة في العراق ليست نساء من يصنع الأزمة <تصفيق> الذكورة هذا <applause> الذكورة مقصود فأه الأزمة. فأه ذكورة في العراق <applause> طب من 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 يعني في الشخص الذي هو ي ي يعني يقول, يقول تفضلي, تفضلي تفضلي طبعا ليس ليس واضحا لانه انا انا لا اظن الكاريكاتير ايضا بعناصره الاثنين يعني هو فقط يعني يريد ان يقول ان هذه الازمه العراقيه اضخم من ان تخرج ولكن ولكن بطبيعه الحال غير ليس حتى على المستوى الفني ليس كاريكاتيرا ناجحا اعتقد ان الكثيرين الصوره تعبر بحيث انها ت... وان كنت انا ايضا ربما مع التحفظات التي قيلت كونها امراه يعني لكن أنها تعبر على أن هناك من ينفخ في الأزمة العراقية وأن هذه المرأة كان ممكن يكون شكلها جميل وتكون مستوية وتدخل من الباب وإن كان القائم هو المالك في اعتقادي أن على الباب لا يصلح أن يكون هو الحارس على الباب يعني وهنا ربما الصورة أقرب بس أنا ألاحظ أن, أن يعني. الذي يقف على الباب على على يعني فوق رأسه علامة استعجاب أيضا إذا لاحظنا يعني هو ايضا متعجب يعني يقول لها ادخلي وال لانه يعرف في اعتقادي يعني انه اذا كانت صوره الحكومه الطائفيه في العراق لانه يعرف ان هذا لا يمكن ان تخرج من هذا الباب وان الذين ينفخون في الازمه لا يجب ان يتوقف حتى يعيش الشعب العراقي في امان وفي سلم يعني. يعني كمن يمرر جملا في ثقب ابره ثقب اذا هذا ما سمح سمح به الوقت لسبعه ايام من بي بي سي نشكركم مشاهدينا ومستمعينا ونشكر ضيوف حلقه هذا الاسبوع من فريق الاعداد والتنفيذ ومني لكم اطيب التحيه الى اللقاء